السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي ممكن تعمل بحث وتبعته للجامعة وفي الآخر يقول لك لا مرفوض لأن فيه كتب كتير جدا. ففي برنامج اسمه بلاجاريزم شيكار بيبدأ يفحص إذا كان المقال ده أغلبه أصلي ولا أغلبه منقول. فبقول له لود كومنت، أول ما أفتح البرنامج هختار أي حاجة كده عشوائي، تمام، وليكن مثلا دوت، تمام. هي دي نسخة تجريبية، فالنسخة التجريبية بيبقى ليها حد معين من الكلمات 150 كلمة. النسخة الكاملة بيفحص كل حاجة، تمام. فبقول له اوكي، فبيبدأ يفحص بقى سطر سطر بحيث يقول لي هل السطر ده او الفقرة فقرة، يقول لي الفقرة دي متاخدة من مكان تاني او لا، هل النسبة بتاعتها قد ايه الاقتباسات، لان في نسب معينة للاقتباسات حسب كل جامعة، تمام. بعد كده بقى بيديني النتيجة بحيث يقول لي اذا كان في حاجة مسروقة ولا لا، تمام. البحث كله منقول، تمام، مفيش مشكلة. بس دي على اساس ان انت قبل ما تبعت تعرف، وممكن تغير بعض الكلمات بحيث ان هو يعني ده عادي ان انت بتقتبس اقوال ناس تانية بس بحسب فهمك انت او اراك انت، فبتغير بعض الكلمات، تمام.